السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاعدة الذهبية للتسليح، حضرتك عاوز تعرف بمجرد النظر مكان التسليح الرئيسي فين؟ حضرتك عاوز تعرف بمجرد النظر هتحط التسليح الرئيسي بتاع العنصر الإنشائي ده فين؟ سواء كان عمود أو كمرة أو لبشة أو قاعدة، أيا كان العنصر الإنشائي، بمجرد النظر هتتعرف إزاي تقدر تحدد مكان التسليح الرئيسي بمجرد النظر. القاعدة العامة للتسليح يا جماعة بتقول إن التسليح الرئيسي دايما عمودي على اتجاه الشرخ. هتشوف العنصر الخرساني اللي قدام حضرتك، وهتشوف لو عرضناه لأحمال الشرخ هيظهر فين واتجاهه عامل ازاي. دايما هتشوف اتجاه الشرخ فين وتعمل التسليح الرئيسي عمودي عليه. ندي مثال يا جماعة، الكاميرا مثلا، لو حملنا الكاميرا عادة هتلاقي الشرخ في النصف السفلي من الكاميرا، اذا التسليح الرئيسي هو في النصف السفلي من الكاميرا. طيب اتجاهه فين؟ اتجاهه عمودي على اتجاه الشرخ، فالشروخ اللي موجودة في منتصف الكاميرا دايما يا جماعة هلاقي ان التسليح الرئيسي عمودي على اتجاهها. حتى شروخ القص او شروخ اجهادات القص اللي موجودة بجوار الركائز في الكاميرات هتلاقي دايما التسليح الرئيسي عمودي عليها. هتشوف مثلا الشرخ القص يا جماعة واخد زاوية 45 بدءا من عند الركيزة، هتلاقي ان التسليح الرئيسي بتاعنا كان المفترض ان هو يبقى سيخ مكسح عمودي على اتجاه هذا الشرخ. تعالوا نطبق يا جماعة القاعدة العامة للتسليح مثلا على كاميرا. تخيل ان انت حملت الكاميرا بالشكل ده، هتلاقي دايما ان الكاميرا هتشرخ معاك في الجزء السفلي منها في المكان ده بالظبط في منتصف الكاميرا. يبقى انا خلاص عرفت ان الشرخ في الجزء السفلي من الكاميرا. اذا الحديد بتاعي في الجزء السفلي شكله عامل ازاي؟ عمودي على اتجاه الشرخ. لو الشرخ بتاعي كده هاخد عمودي عليه ببساطه، اذا هو ده التسليح الرئيسي. طيب لو الكاميرا دي كانت مستمره وحملت عليها، خلاص تعالى نشوف الكاميرا المستمره لو حملنا عليها الشكل هيبقى عامل ازاي. هلاقي في نوعين من الشروخ هيظهروا، شرخة يظهر في منتصف الكاميرا وشرخة يظهر فوق الركيزة بنفس القاعدة بالظبط، عمودي على اتجاه الشرخ هلاقي نفسنا حطينا التسليح الرئيسي، برضو فوق الركيزة عمودي على اتجاه الشرخ هلاقي نفسي، وبالفعل فعلا الحديد الرئيسي في الكاميرات المستمرة فوق الركيزة وفي منتصف البحر. لو انت معاك حيطة سندة نفس القصة بالظبط يا جماعة، الحيطة السندة دي لو هي شايلة أحمال وراها، تعالوا نشوف كده الشرخ ممكن يحصل فين. لو انا بزق في الحيطة السندة دي يا جماعة ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الحيطة السندة شرخت في الجزء السفلي اكتر ما يكون، تمام، وناحية الحمل. احط الحديد التسليح الرئيسي بتاعك هتلاقيه ناحية الحمل، يبقى في المنطقة دي عمودي على الشرخ، يبقى الحديد الرئيسي بتاعي عامل كده بالظبط. اذا انا عن طريق تخيل مكان الشرخ اقدر احكم على طول فين الحديد الرئيسي. حتى في القواعد يا جماعة، لو افترضت ان انا معايا قاعدة بالشكل ده، تمام، والارض بتاعتي قادرة ان هي البيرنج كاباسيتي بتاعتها عالية وقادرة انها تقاوم القاعدة، وانا حبيت ان انا احمل واضغط على القاعدة، مش هلاقي القاعدة بتاعتي بقت عاملة بالشكل ده يا جماعة. هبص الى القاعدة بتاعتي اتشكلت وحصل فيها شرخ في المنطقة السفلية فيها، تمام، هلاقي القاعدة بتاعتي انحرفت من الجنبين بتوعها بقت بالشكل ده بالظبط، وهبص الاقي ان في شرخ حصل في المنطقه السفليه فيه. اذا الحديد الرئيسي هيبقى في المنطقه السفليه في القاعده وعمودي على اتجاه الشرخ هيبقى في المنطقه دي، وفعلا ده اللي احنا بنشوفه دايما في التسليح الرئيسي في الاوعيه. اذا عن طريق تحديد مكان الشرخ عرفت الحديد فين، عن طريق شكل الشرخ اقدر احط الحديد عمودي عليه، وبكده بسرعه ابقى انا عرفت فين التسليح الرئيسي فين بالظبط في اي عنصر. حتى في شروخ القص اللي موجوده في الكاميرات يا جماعه اللي موجوده بساوية 45 من عند الركيزه، هتلاقي ان التسليح الرئيسي بتاعك لازم يبقى عمودي عليها، تمام. زمان كنا بنحط الحديد المكسح عشان خاطر يداويل الشرخ بتاع اجهادات القص ده، النهارده بقى نستبدلنا القصه دي وبنعمل ايه، كنات، او نكثف الكنات في منطقه بجوار الركيزه لمسافه 2 دي الاثنين عمق الكاميره. نفذ هذا المثال على كل العناصر الانشائيه، شوف الشرخ هيحصل فين، هتلاقي الحديد الرئيسي بتاعك دايما عمودي على اتجاه الشرخ. دائما احفظ هذه القاعده جيدا، الحديد الرئيسي اتجاهه عمودي على اتجاه الشرخ، موجود فين؟ موجود في منطقه الشرخ او منطقه حدوث الشرخ. في النهايه اتمنى اكون قدرنا نوصل المعلومه، وعجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.